أوصى المشاركون اليوم في ندوة وطنية بحثت تأثيرات العشرية الأخيرة على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بضرورة تفعيل الإطار القانوني وآليات الدعم لبعض المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية. كما دعا المشاركون في هذه الندوة التي التأمت بتونس العاصمة ببادرة من المركز التونسي لبعض المشاريع الاجتماعية وشركائه، دعوا إلى تطوير شبكات الدعم والتدريب والإحاطة بباعثي المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية. عندنا فجوة رقمية كبيرة، أكثر من 50% من العائلات التونسية ما عندهاش حاسوب. بعد الكوفيد 19 معناها لا فما برشا شباب قي صعوبات باش يكمل الدراسة نتاعو عن بعد. في ظل هذا الوضع ومن الحلول التي وجدتها جمعية الفكر الوطني الحر بالمهدية، الحصول على حواسيب قديمة من الشركات وإصلاحها ومد المدارس ودور الشباب وعائلات محدودة الدخل بها، بالإضافة إلى تكوين مكونين بصفة تطوعية. عملنا مشروع دارنات في 5 دور شباب في المهدية وبعد في 5 مدارس في المهدية باش يتعلموا التكنولوجيا الحديثة. عطينا أكثر من 300 حاسوب، كونا أكثر من 20 مدرب، أكثر من 500 شاب تمكن من باش يتكون في ورشات معناها رقمية. تفعيل القانون وتحسين آليات الدعم لبعث المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية وتعزيز دور البنوك والصناديق العمومية أو الخاصة في تمويل أفضل المبادرات في الجهات من بين أبرز ما أوصى به الحاضرون في الندوة. في الاقتصاد التضامني والاجتماعي عنا أن إيكوسيستيم بلوزوموا حاضر باش يخدم على النوع هذا من الاقتصاد، إلا أنه فما برشا حاجات مازال لازمهم يتحسنوا. اليوم في تونس عنا إطار قانوني ينظم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، الا انه مازال ماهوش مفعل، دونك لهنا لازمنا نخدموا على تفعيل القانون. اونتخ تو زاد ما نؤمنوش اللي تطوير الاقتصاد هذايا هو مهمه الدوله اكاهو، هو مهمه الاطراف المتواجده في الايكوسيستم الكل. الدراسه قمنا بها مع منظمه اوكسفام باش نشوفوا شنو هما التمويلات اللي موجوده بالنسبه للمشاريع هذه. اهم المخرجات انه التمويل يصير اسونسيلمون من عند المنظمات العالميه، والتمويل هذا ماهوش مستدام. دونك اللي قلناه هو انه يلزم برشا دي زاكتور يدخلوا في التمويل هذا كيما الدوله كيما البنوك. أكدت أهمية تطوير دور السلطة المحلية لأن لها إداراتها ومؤسساتها العمومية، وهي القريبة من المواطن، وهي أول ما نطرق بابها عندما توجد مشاكل. هذا دور هام يتجسد أيضا من خلال وجود شركات الكبرى ذات نشاط واسع في عدة أماكن في المناطق الريفية والمدن الصغرى. وقد انتظمت هذه الندوة بمناسبة إطلاق مشروع واختتام آخر. نطلق مشروع اللي هو اسمه المدريس، ونسكر مشروع آخر اللي هو اسمه المداب. المداب وزوز ممولين من الاتحاد الأوروبي والفريدريك شامان فاونديشن. المداب هو أول تمويل من الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط على الريادة الاجتماعية. جي من بعد توا المدريس هو بروجي نتاع كابيتاليزاسيون، دونك المدريس يحب ناخذوا الحاجات الكل اللي تعلمناهم من المداب ومن مشاريع أخرى ممولين من الاتحاد الأوروبي باش نحاولوا من بعد الحاجات اللي تعلمناهم في المشاريع هذوما نعموهم ونجموا نعملوا أكثر تأثير في المجتمع. وقد تخللت الندوة التي شارك فيها عديد الجهات المعنية من تونس وخارجها جلسة حوار وورشة عمل.